ازيكم في فيديو جديد من عبود جي ام واللعبه القويه جدا لعبه الجنرال. النهارده جاي اقول لكم بعض المعلومات على السريع. المعلومات دي هتساعدك في انها تخلي اللعبه عليك تبقى اسرع وتسهل من عليك طريقه اللعب في لعبه الجنرال. اول معلومه عايز اقول لك عليها عزيزي القائد وهي لو عندك دوله كبيره فيها العديد من المدن وعاوز تروح لمدينه معينه في الدوله بتاعتك، الفكره انك مش هتقعد تدور على المدينه اللي انت عايز تروحها داخل الدوله بتاعتك من الخريطه. اللي احنا هنعمله عزيزي القائد ان انت هتدوس على كلمه المدن، بعد كده تنزل لغايه اما تلاقي المدينه اللي انت عايز تروح لها، بعد كده هتلاقي اللوكيشن جنب اسم المدينة. لما تضغط على اللوكيشن اللي جنب اسم المدينه هينقلك على الخريطه على مكان المدينه اللي انت عايز تروح لها. تقدر تعمل اللي انت عايزه لما تروح للمدينه بتاعتك، سواء اذا كان فيها جيوش عايز تنقلها او عاوز تجهز وتصنع فيها وحدات معينه. تاني معلومه عزيزي القائد، لو انت عايز تصنع مبنى معين في العديد من المدن، هتدخل على مدينه وتقعد تصنع فيها المبنى اللي انت عايز تصنعه، اكيد ده هياخد من عليك وقت كبير. تقدر ان انت تدخل على المدن في الدوله بتاعتك، بعد كده هتحدد على كل مدينه، بعد لما تحدد كل المدن اللي انت عايز تبني فيها مبنى هتدوس على كلمة بناء. بعد ما تدوس على كلمة بناء هتلاقي مكتوب لك مقاطعات متعددة، بعد كده هتلاقي انه مجهز لك ومختار لك المدن اللي انت عايز تبني فيها المباني. بعد كده هتدوس على كلمة بناء وهتلاقي مكتوب لك تحتها تايمز ورقم المدن اللي انت مختارها. الرقم اللي ظاهر لك ده هو عدد المباني اللي هتتبني في المدن اللي انت محددها. لما تضغط على كلمة البناء هتلاقي انه محدد لك عدد المباني اللي انت اخترتها، بالتالي انت هتسهل من عليك وقت كبير جدا في انك تختار مدينة وتدخل تختار فيها مبنى عشان تقعد تطور فيه او تبنيه. كده انا سهلت من عليك ان انت تبني مبنى في العديد من المدن. المعلومه اللي بعد كده عزيزي القائد وهي تجهيز الوحدات، مش هتقعد تدخل على كل مدينه عشان تجهز فيها وحدات. نفس النظام، هتقدر ان انت تحدد عدد المدن اللي عايز تبني فيها الوحدات، بعد كده هتدوس على كلمه انتاج الوحدات، هيظهر لك عدد الوحدات في المدن اللي انت عايز تصنعها، يعني مش هتضطر ان انت تروح لكل مدينه عشان تبني فيها وحده. احنا كده هنبني كل الوحدات اللي احنا عايزينها في كل المدن اللي عندنا بضغطه واحده، ودي اسرع طريقه في لعبه الجنرال اللي تخليك تجهز وحدات وتبني مباني في المدن. المعلومه اللي بعد كده عزيزي القائد وهي السعادة، ازاي ان انت تروح عند كل مدينة وتقعد تعلي فيها سعادة؟ نفس النظام، هياخد من عليك وقت. انا مش عايزك تقعد تضيع وقت في حاجات بسيطه وتقدر ان انت تخلصها في وقت اسرع، لان انا عايزك تركز في الحرب اللي انت هتدخلها ضد الاعداء، لان انت حواليك يمينك وشمالك وفوقك ووراك وفي كل حته في اعداء، لازم تكون مركز معاهم وما تتشغلش بان انت تزود السعاده تقعد تبني مباني في المدينه دي او تجهز وحدات. انا عايز اخليك تعمل الكلام ده بسرعه عشان فجاه تهجم عليهم وتركز في الحرب اللي انت داخلها. نفس النظام، هخليك تزود المعنويات في المدن بتاعتك بطريقه سهله جدا، بس المره دي مش هتقدر تحدد كل المدن، يعني مش لازم تروح عند مدينة عشان تزود فيها المعنويات. اخر معلومه معايا عزيزي القائد، وانت ازاي تعرف الترتيب بتاعك في السيناريو اللي انت بتلعب فيه؟ تقدر تعرف الترتيب بتاعك مع جميع الدول من خلال العلاقات الدبلوماسيه، ومن خلال العلاقات الدبلوماسيه تقدر تحصل الترتيب بتاعك بين جميع الدول عشان تقدر تحدد ايه الدول اللي اعلى منك في المرتبه. ولازم تكون عارف ان الترتيب بتاعك بيتحدد على اساس نقاط النصر اللي انت حصلتها من المعارك اللي دخلتها. وهنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى تكون استفدت بالمعلومات البسيطه اللي انا قدمتها لك. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.